الحمد لله اليوم تمكننا بعد انقطاع لمدة 7 شهور عن التعليم، حاولنا انه احنا نرجع لو بجزء بسيط في ضيق الامكانيات اللي موجودة عندنا ونرجع نقعد الاطفال على كراسي الدراسة من اول وجديد. تمكننا انه احنا نعمل خيمة تعليمية وترفيهية، لكن تعليمية بالدرجة الاولى، بحيث انه الاطفال تعينا يرجعوا يتعلموا من اول وجديد ويرجعوا يمسكوا القلم ويقروا ويكتبوا. جبنا الطاقم اللي موجود معانا، كلمناهم كمبادرة تطوعية منا احنا اصحاب المكان، وقلنا لهم انه الفكرة تاعتنا بدنا نرجع الاطفال على المدارس تاعتهم فضل الصعوبات اللي موجودة. وبفضل الله كله رحب بالفكرة وكله اشتغل بالباع وبالذراع، والحمد لله قدرنا نوفر الاشي اللي حضرتك شايفاه اليوم معانا. تمكننا انه احنا نفرش المكان بابسط الامكانيات المتاحة موجودة في البلد، وتمكننا نجيب جزء بسيط من المناهج اللي كانت شغالة قبل هيك، ورجعنا نخلي الأطفال يرجعوا يعيدوا عليها على دفاتر مستعملة، بحيث انه الطفل يرجع يمسك القلم ويقدر يقرأ ويكتب فيه من اول وجديد. كتاب الروضة الملكية اللي تبقى من بقايا الروضة الملكية، كتاب لطفل، الطفل اللي انا ماسكه كتابه حاليا، الطفل بيته انقصف ورجله انبثرت، ان شاء الله ربنا يشفيه، نتمنى له السلامه.